مره اخرى معانا على التليفون دلوقتي المدير الفني لمنتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين. تحياتي ليك يا كابتن ربيع. اهلا بيك كابتن سالم، ازي صحتك؟ اهلا بيك، اهلا بيك كابتن، اهلا وسهلا. انا صراحه يعني لقطه حلوه جدا لسه يعني استعرضناها من دلوقتي حالا، يعني السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. حضرتك دايما بتبتدي محاضراتك بالسلام الوطني مع لعيبه منتخب الشباب. طبعا يا كابتن اسامه، بص حضرتك انا دايما يعني الاسلوب ده انا بتابعه من 2006. يعني بص حضرتك، حاجتين مهمين جدا جدا عندي هما التربيه الوطنيه والتربيه الفنيه. السن ده محتاج تربيه وطنيه انه يعرف قيمه الوطن والسلام الوطني، يحفظه ويكرره ويشتغل بيه ويلعب بيه ويبقى كل همه مصلحه الوطن رقم واحد. تمام. صحتك، لازم الوطنيه يتعلمها الولد من الصغر يا كابتن اسامه. اثنين، التربيه الفنيه، ان الولد لازم فنيا على المستوى البدني والمهاري والخططي زائد الصفات الاراديه ان يتعلمها صح يا كابتن اسامه، عشان هو يعني ان شاء الله يحقق بيها مكاسب، ان شاء الله يعمل بيها اداء، ان شاء الله يطلع بيها فريق اول، ان شاء الله يطلع بيها منتخب، لان الاجيال دي لازم تتواصل معها. احنا بنعد اجيال ليه؟ لمصر والفريق الكبير ان شاء الله يتعالى. فالمقصود انا بهتم بالجزئيه دي الوطنيه والفنيه. تمام. والفنيه تاخد وقت كتير جدا، يمكن المحاضرات يمكن بتشوف يا كابتن اسامه ان انا بشرح لهم المحاضرات كتيره على الشاشه ليه؟ عشان يستوعبوها وعشان يفهموها وعشان يحفظوها عشان نتناقش مع بعضينا فيها. تمام. كان اول كابتن ربيع، كان اول حوار لمحمود متولي لاعب النادي الاهلي هنا في قناه النادي الاهلي، اتكلم عن الكابتن ربيع ياسين، قال لي كابتن ربيع ياسين صاحب فضل كبير عليا، اتعلمت منه مش الفنيات بس، لا اتعلمت ازاي اكل بره الملعب، ازاي تعامله يكون مع الاعلام مع الصحفيين. يعني الكابتن ربيع ياسين ما بيشتغلش على الفنيات بس مع المنتخبات. طبعا يا كابتن اسامه، يعني ما تنساش ان انا يعني لعيب دولي سابق، في نفس الوقت يعني برضو اعرف يعني اشتغل مع المنتخبات واشتغلت وحققت نجاحات كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الجميع طبعا. ومصر مليانه بالنجوم، بس هو الوقت يا كابتن اسامه، عامل الوقت لصناعه النجم مطلوبة، عامل الوقت لصناعة النجم دي مهمة جدا. في اوقات وفي طبعا مجموعة مراحل بشتغل، مجموعة البناء، مجموعة خد بالك التطوير، مجموعة الخبرات، اضافة الخبرات. فهي بما انا بعمل برنامج بنظمه على الورق وبعدين ابتدي انفذه. انا يهمني الجانب النظامي يا كابتن اسامة، انا احب النظام جدا ولازم الولد من صغره يتعلم النظام ازاي ويتعلم الشغل ازاي، لان الاولاد دول في حاجة ان هم يعرفوا يعني ايه جوانب فنيه كتيره جدا عشان يطلعوا بيها. احنا بنشتغل طبعا بنعمل لان بنحاول دايما. ما تنساش يا كابتن اسامه ان احنا عايشين في خير وطن. ده وطننا الغالي اللي عايشين في خيره واللي بيصرف علينا واللي بيدينا واللي بيعملنا، دي حقيقه. فاقل حاجه اقل حاجه ان احنا نرد له الجميل في مباراه، في بطوله، في اداء، في متعه. ربنا يقدرنا في اجيال طالعه كمان. يتعب الناس ان شاء الله. طب طمنا على اخر استعدادات المنتخب الشباب يا كابتن ربيع. بص يا كابتن سامة، طبعا انا الماتشات بعاني منها، كان المفروض يبقى عندي ماتشات افريقيه في البرنامج الشهري ده، لكن ما عرفناش نوفر ماتشات افريقيه. فانا رحت عملت ماتش، طبعا انا بلعبهم مع السن الكبير، بلعبهم مع اقل حاجه ممتاز بيه، يعني رحت لعبت مباراه في اسكندريه مع سمات ابو قير وانتهت 1-1، وعملت مباراه مع الشمس اللي لقيته طبعا اول امبارح، اول امبارح تعادل واحد، كسبنا 1-0 وخلاص. انا عملت طبعا الف وب دي، هعمل بيهم ماتش بعد بكره ان شاء الله تعالى، ونبتدي الدوري يوم الجمعه عشان عندنا في 11 شمال افريقيا في تونس بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ربيع ياسين مدير الفني لمنتخب الشباب، شكرا جزيلا لك. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين. وزي ما بقول لحضراتكم صراحه، يعني اللقطه اللي عملها او دايما بقول بعملها من زمان، يعني اللقطه دي بعملها دايما مع المنتخبات.